ازيكم؟ فوجئت بصراحة من كم المسجز اللي بتجيني من شباب صغير في السن، يعني على مشارف العشرين مثلا لغاية 25 او كده، وعندهم احساس منخفض جدا جدا بذاتهم. ده ظاهر في حالة من الاحباط الشديد، ان افكاره في وادي واحلامه في وادي وحياته في الواقع في وادي تاني. قاعدين بيفكروا في نفسهم انهم ما يستحقوش النجاح، او انهم بيحاولوا يقولبوا نفسهم بشكل اللي الناس عايزينه ليهم او الاخرين عايزينه ليهم. والاخرين دول على فكرة ممكن يكونوا أصدقاء وأصحاب ما يزيدوش عنهم في السن، ولكن تأثيرهم كبير عليهم. أنا شايفة إن شيء طبيعي إن إحنا نتشكك في نفسنا، يعني من آن لآخر كأننا بنعمل زي ما تقولوا كده تشيك أب على نفسنا. يا ترى انا ماشي في الطريق الصح؟ يا ترى انا بعمل الحاجات الصح؟ يا ترى الكلام ده كله. ولكن لما يبقى الموضوع بقى زايد قوي قوي قوي، بينعكس على كل قرار بناخده في حياتنا، سواء المتعلق بحياتنا المهنية او حياتنا العامة او علاقاتنا. وانا هنا يعني مش بدعو ان احنا ناخد ألم في نفسنا ونبقى مغرورين متغطرسين، لكن ان احنا نبقى مرتاحين لما نحن عليه، وان احنا نثق في أفكارنا ومشاعرنا، ونعرف ان كل واحد فينا مهما كانت ظروفه يستحق انه يعيش عيشة كويسة، حياة ناجحة ومرضية. علشان كده انا دايما اقول إن لما تكون قيمتنا الحقيقية مستمدة من ذاتنا، روحنا ما بتصديش، ما بنحسش بالتعب اللي جوه اللي بنشعر بيه لما نحس إن إيه ده، أنا ماليش قيمة في الحياة. وده يفكرني في كتاب قريته لعالمة نفس اسمها كريستينا أبرت، بتقول الكثير، أنا طبعا ترجمت الكوت اللي عجبني: الكثير منا يوافق على احترام الذات للشعور بالرضا عن كيفية تصرفاتنا ومظهرنا وشعورنا وتفكيرنا، بدلا من البحث عما يكمن تحته. بنشوف بس المنظر اللي بره، ونبتدي نقيم نفسنا بحاجات سوبرفيشل، مظاهر. لكن الفشل الحقيقي بقى هو اننا نتعرف على انفسنا الحقيقية. دايما تلاقوا الناس تقولك ايه، كن نفسك، be yourself. طب ماشي اوكي، ما انا لسه اصلا ما عرفتش نفسي الحقيقية دي. عشان كده بقى بنعمل ايه، بنروح مبتكرين لنفسنا نفس بنعمل لنفسنا قالب. المشكلة ان في بعض، إن مش بعض الاحيان، في كثير من الاحيان هذا القالب مش بيكون اللي احنا بنعمله لنفسنا، لكن اللي بيعمله لينا الاخرين. وللأسف بقى لما نبقى في ايدين ناس متلاعبة بينا، بيبقى هذا القالب اللي عايزيننا نحط نفسنا فيه مش مفيد لينا، ده مفيد ليهم هم بس. عشان كده زي ما اتعلمنا ان احنا نبني نفسنا بناء على عوامل خارجية، لازم نبني قيمتنا من جوه، ونتعمق اكتر في معرفة ذاتنا من جوه، من داخلنا. واحترامنا لذاتنا مش اوبشن، يعني مش حاجة اعملها ولا ما اعملهاش، لا، احترامنا لذاتنا لازم يكون اساس، لازم يكون شيء راسخ في حياتنا. انا بحترم ذاتي، انا بحترم نفسي بدون غرور، بدون عنجهية، كمان بدون ما يكون فيه عارفين غمامة كده مش مخلياني اشوف نفسي على حقيقتها. لكن دايما دايما نفكر ان احنا نستحق الافضل،
نستحق الأفضل ليه بقى؟ نستحق الأفضل بعلمنا، بكفاحنا، بعملنا، بنفسنا الطيبة اللي جوه، المحبة للخير اللي بتبعد عن الشر والأذى. هو ده اللي يبلور احترامنا لنفسنا، مش الغرور والإحساس إن أيوة أنا كده، بابا لازم يشتغل ويديني فلوس وأصرف وأعمل اللي في مزاجي، أو أنا كده مراتي تتعب وتعمل وتشقى بدون أنا مراعي إحساسها وبدون ما أقولها شكرا وبدون أي حاجة زي كده. الإحساس والشعور اللي هو منخفض بقيمتنا الذاتية بيخلي الحياة صعبة، بيخلينا متخبطين مش عارفين الشخص اللي قدامنا دوا عايز مصلحتنا ولا مش عايز مصلحتنا، هل انا استحق ما استحقش. فوانا بفكر في الموضوع دوا لقيت ان في دلالات او علامات او حاجات لو لقيتها في حياتي اقف كده واقفه مع نفسي اقول هل انا بحترم نفسي، هل انا بقدر ذاتي لذاتي ولا لا. الدلاله الاولى هي ان احنا دايما دايما عايزين نرضي الاخرين. طبعا في مواقف مهمة جدا جدا ان احنا نحط احتياجات الاخرين قبل احتياجاتنا، لكن ما ينفعش. عارفين دايما في الطيارة، اللي ركب منكم طيارة يقولك لما ينخفض الضغط في كابينة الطيارة وتنزل الماسكات، ده بيقولوا للام البسي انتي الماسك بتاعك الاول قبل ما تلبسي ابنك. هما ليه حاطين المثال ده؟ لانهم عارفين ان غريزة الام ممكن تخليها تروح تنقذ ابنها في الاول. الامر هياخد ثواني، مش ما ما يعني مش هيبقى فيه خطورة شديدة جدا جدا، ولكن لما تلبس الام الماسك بتاع الهوى بتاعها هتقدر انها تساعد ابنها وتطمنه وتهدى. فاذا كنا دايما بنسعى لارضاء الاخرين على حساب انفسنا، ده هيخلينا ننسى احتياجاتنا، ننسى احلامنا، نتجاهل الاهداف والاحلام، ونتلاشى ونبقى مجرد ان احنا معمولين عارفين زي ايه، كأننا سلم الناس راح طلع ونزل عليه. ان احنا نرضي الاخرين ده مهم، ما يعني برضو لازم نؤكد ان احنا لازم نرضي جوازتنا، لازم نرضي ابهاتنا وامهاتنا، لازم نرضي مدراءنا، لكن كل علاقة بيبقى فيه بروتوكول معين للتعامل، فيه حقوق وفيه واجبات. مدام انا بعمل الواجبات اللي عليا مفروض اخد حقوقي كمان. يعني ناخد بالنا كده من موضوع ارضاء الاخرين ده، هل الموضوع زيادة قوي في حياتي ولا يعني بالقدر المظبوط اللي يسمح ان تعاملاتي مع الاخرين تبقى كويسة، وان انا اقوم بواجبي تجاههم بدون ما اجي على نفسي ولا اجحف حق نفسي. الدلالة التانية بقى، ودي يمكن انا شفتها في اكتر من حاجة واكتر من شخص مروا في حياتي، ان احنا بنسمح للاخرين ان هم يعاملونا بشكل سيء. ابسط مثل واحد ماشي في الشارع على الرصيف، يجي واحد يروح دب خبطه، ايه ده، انا اسف. طب انا ماشي في طريقي، مش انا اللي اعترضت طريق الشخص ده، مش انا اللي خبطته، ده هو اللي خبطني، ومع ذلك ابقى انا اللي بتأسف. ده مثال لحاجة زي كده. كان في اتنين سيدتين ربطتهم علاقة عمل وتحولت لصداقة. سيدة منهم بتحكي لي ان الست التانية كانت دائما ما تتريق عليها او تقول بعض اسرارها لما يبقوا في وسط مجتمع من الاصدقاء، وللاسف يعني الصديقه دي وهي بتشتكي لي بتقول لي
كنت بقول دي صاحبتي وفي بينا عشرة ودخلنا بيوت بعض وأكلنا مع بعض والكلام ده، فيعني لو قالت لها كده كلمتين ملهمش لازمة خلاص. لغاية ما لقيت ان وتيرة التريقة بتزيد 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 وبتزيد اكتر في وجود ناس. في مرة قلت لها على فكرة انت اللي سمح لها ان هي تتعامل معاكي بالطريقة دي، ودي بشوفها كمان في مجتمع الاصدقاء الشباب. تلاقي شاب كده يقول لك ده بونبوناية القعدة، يعني ايه قاعد عمال يهرج ويتريق على حساب نفسه، فالاخرين كمان بيزيدوا التريقة عليه، ويبقى هو الحيطة المايلة في القعدة دي. ما هو ده دليل على عدم احترامنا لانفسنا، ان احنا ما عندناش شعور قوي بتقديرنا لذاتنا، فبنسمح للناس انها تعاملنا بطريقة جارحة بطريقة مهينة. احنا اللي سمحنا بده، واحنا اللي علمناهم انهم يعاملونا بالطريقة دي لما سمحنا باول تجاوز في حقنا وما وقفناش وقلنا انا ما بحبش كده، ما تعاملنيش بالشكل ده، لو تكرر تاني انت ما تستحقش تبقى صديقي، انت ما تستحقش تبقى في حياتي. الدلالة التالتة بقى هو ان في ناس عندها احساس انها ما تستحقش الخير او ما تستحقش السعادة. في شخص عزيز عليا قوي قوي قوي، كبير في السن هذا الشخص، وحكالي على موقف حصل له وهو في بداية حياته العملية. هذا الشخص كان بيشتغل أثناء الصيف زي أبناء جيله في الفترة دي، كانوا في الصيف ينزلوا يشتغلوا عند في المهن اللي في الشارع عندهم، اللي يشتغل عند البقال، اللي يشتغل عند الخياط، اللي يشتغل عند كذا، اللي يشتغل عند كذا، أطفال صغيرين قبل ما يبقى شغل الأطفال عمالة مش صح. فقال لي أنا كل صيف من وأنا عندي 7 سنين كنت بشتغل، وفي الأول سنين عمري كنت أخد الفلوس اللي بشتغل بيها وأصرفها، بعد كده قلت يا خبر أبيض بقى أنا أقعد أشتغل الشغل ده كله وفي الآخر أجي أصرفها، لا 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 أنا هحوشها. وطبعا ما كانش فيه استطاعة أنه يروح البنك ولا يعمل حساب في البنك، فكان أسهل حاجة أنه يحطهم في البوستة، فكان بيحوش في البوستة. قال لي حوشت على مدار سنين مبلغ كبير جدا جدا، 2000 جنيه. 2000 جنيه دي في الفترة اللي في بداية عمله في الستينات كانت مبلغ كبير خالص. فكان بيدور على بيت او على شقة، يعني عايز يبتدي يستقل بحياته بقى ويدور على عروسة والكلام ده. فلقى اعلان لفيلا، تخيلوا فيلا ب2000 جنيه، واتصل بالتليفون وراح وقابله صاحب الفيلا. فوجئ ان هو شاب صغير جدا جدا في اواسط العشرينات، او لا مش عارفة احسب لكم كان عنده قد ايه، بس باي حال من الاحوال ما كانش زاد عن 26 27 سنة. قال له انت صغير معاك الفلوس دي؟ قال له ايوه انا من يوم ما كان عندي حوالي 10 سنين وانا بشتغل، واللي بشتغله بحوشه وبحطه في البوستة، وانا معايا تمن الفيلا دي كاش. هذا الرجل كان من اسرة فقيرة، فصاحب الفيلا اعجب بيه جدا وقال له انا بصراحة معجب بيه جدا وانا هديك الفيلا بس روح هات الفلوس وتعالى وانا هجهز العقود، ولو ما جيتش لغاية بكرة الصبح انا هديها لاي شاري تاني. قال له اوكي. راح البيت بيكلم والدته وقالت له يا نهار ابيض بقى انت تشتري فيلا، ده احنا قاعدين في بيت فقير وحياتنا فقيرة وحياتنا ضنك، هو احنا يا ابني بتوع فيلل؟ فده خلى جواه احساس يجي ايه ده انا مستحقش، ده اصلا انا فقير لازم اقعد على طول فقير، لا يبقى انا مستحقش ده، انا مستحقش الخير. طب ليه؟
ليه؟ انت كان معاك فلوس كسبتها بالحلال واشتغلت بيها، ايه المشكلة ان انت تنقل نفسك لمستوى اعلى؟ فلما نحس بقى ان احنا ما نستحقش حاجة عشان حاجة وحشة فينا او عيب فينا، دي حاجة. لكن لما نكون ان احنا عندنا احساس مطلق ان احنا ما نستحقش الحاجة دي او الشيء ده، هنا يبقى فيه الخطورة على حياتنا. زي بالظبط الست اللي جوزها بيضربها ويمد ايده عليها، و لما كلمتها طب ليه ما وقفتيش ليه، ردت عليا قالت لي اصل انا اللي استاهل، اصل انا اللي خليته يضربني، اصل انا اللي استفزيته فضربني. نعم لا طبعا، مفيش حاجة اسمها كده. في تعامل بأدب وبأخلاق ما بين الراجل والست، مش ان انت عملتي حاجة فيكون جزاتك الضرب، في كلام، في يعلمك، في وبعدين تعالي هنا قوليلي ايه اللي انت عملتيه ده فاستفزه، فحكيت لي موقف في منتهى العباطة ما حسيتش ان هو يستاهل ان هو يضربها ويلعب في وشها البوكس، يعني ما ينفعش. الدلالة الرابعة بقى هي ان الواحد ما يبقاش حاسس نفسه، يعني انا مش حاسة انه انا، عارفين الاغنية بتاعت انا مش عارفني؟ دايما بفتكر الاغنية دي قوي لما اتعامل مع حد عنده احساس ضئيل بذاته. احيانا بنتعرض لصدمة ما، لموقف ما، وتعريف الصدمة هنا بيختلف من شخص لشخص. ممكن موقف يبقى حاجة كبيرة قوي قوي بالنسبة لشخص ما، ونفس الموقف يكون حاجة أقل تأثيرا في حياة شخص آخر. فممكن تمر علينا مواقف حاجة زي كده تخلينا يعني في لحظة من اللحظات نشعر بالعجز، نشعر بالضياع، مش عارفين، يحصل لنا خلل. لكن لما يستمر ده بقى وبيتقلب الموضوع ان احنا بنفقد احساسنا بقيمة ذاتنا شوية شوية، ونبتدي نتحول من بعد ما كنا في افضل حالتنا، نبتدي نلاقي نفسنا بنتدهور نتدهور نتدهور، تلاقينا بنتصرف بشكل مخالف عن او مغاير عن طبيعتنا لطبيعتنا في الشغل، في العلاقات الشخصية. ايه ده، انا قلت كده ازاي؟ او انا عملت كده ازاي؟ بنبقى احيانا حاسين ان ايه ده، في بلبلة، في لخبطة جوايا. في الوقت ده لازم نلجأ لحد، يعني نشوف اذا كان في حد قريب مننا هيفهمنا، يكلمنا، حد يرعانا شوية. في الوقت ده احنا عاملين زي المكسور، زي المجروح. تخيلوا كده طائر، تعالوا نقول حمامة، اتصابت في جناحها ووقعت على الارض. عارفين، تخيلوا كده معايا المنظر، وقعت الحمامة على الارض جناحها مكسور، مش ممكن هتقدر ترجع تطير تاني الا لما حد يرعاها ويطبطب عليها ويعالج لها الجناح المكسور. لو فضلت سايبة نفسها بقى وهي قاعدة في الأرض ممكن تموت، وهي قاعدة في الأرض وتبص تلاقي الدود اتلم عليها. بيحصل أحيانا ان احنا بنخش في موقف، يعني شباب يبعتولي على علاقة حب واتدمرت، بنت اتعلقت بواحد بشاب وانتهت هذه العلاقة والكلام دوة، واسألهم الكلام ده كان من امتى، في اللي يقولي الأسبوع اللي فات، لكن في بعض الإجابات كانت صادمة بالنسبة لي، ده من 3 سنين، الموضوع ده حصل من 3 سنين. ساعتها أنا رديت على هذا الشخص وقلت له من 3 سنين وصدمت في هذه العلاقة، والبنت أنهت علاقتها بيك، وقصة الحب دي انتهت زي مئات الملايين من قصص الحب كل يوم. تقعد 3 سنين، 3 سنين وانت حالك بيتدهور، وما شدتش نفسك كده، قومت نفسك؟ لا،
لا طيب ما اتكلمتش مع حد، لا ما كنتش عايزه اتكلم مع حد، انا مش هقول لهم ان انا اترفضت وان انا بعد قصه الحب دي البنت عملت فيا الكلام ده، فما سمحش لحد انه يرعاه وانه يطبطب عليه وانه يعالج الجناح المكسور ده عشان يقوم يكمل تاني. الدلاله الخامسه على اننا مش مقدرين ذاتنا ومفيش احترام لانفسنا هو اننا بنهمل احتياجاتنا الخاصه. احيانا لازم نحط احتياجات الاخرين قبل احتياجاتنا، انا بقولها وبكررها، ولكن لما نلاقي ان احنا دايما 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 بنهمل في انفسنا، بنهمل في يعني في احلامي، بهمل احتياجاتي، بهمل باجي على نفسي عشان الاخرين. وده يدخلني كمان في النقطة السادسة، لما نتوقف عن رعاية انفسنا، زي ما بنحاول ان احنا ناكل ولادنا احسن اكل، هل احنا كمان بناكل اكل صحي وكويس؟ زي ما نبقى زعلانين ان صحة اولادنا او بتتداعى او بتقل ونبقى زعلانين لو عيوا او كده، هل احنا بنراعي انفسنا؟ لما نلاقي انا كانت مثلا والدتي لما كنا نحب نخرج، يلا يا ماما تعالي نخرج، هنروح الحتة الفلانية، هنروح نقعد شوية في النادي، لا ولو جالنا حد على غفلة ما يلاقيش حد في البيت، كنت ارد عليها ما ديكي قلتي اهو، لو جه حد على غفلة، لو جه بدون سابق معاد، احنا مش ملتزمين ان احنا نقعد محبوسين في البيت نستنى اللي هيجيلنا، تعالي هنقعد ساعة مثلا في النادي نروح عن نفسنا شوية، لا 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 روحوا انتوا، انا هقعد انا هنا، او انا هقعد اعمل مش عارف ايه، او طب اغسل المواعين ولا اقرا كتاب، لا اغسل المواعين احسن، طب مش عارفه اكل حاجه صحيه، لا ده انا هعمل حلويات عشان الولاد بيحبوا الحلويات. الـ 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 الافظع بقى لما نكون شايفين ان احنا ما نستحقش ان احنا نستثمر في انفسنا، يعني مثلا ايه، لا انا مش هشتري الحاجه دي لنفسي عشان اشتري لبنتي، وبنتي اوريدي عندها 20 بلوزه و15 فستان وكذا وكذا وكذا، واقول لا انا مش هجيب لنفسي عشان اجيب لحد تاني. لا، الاعتدال حلو، الاعتدال حلو، لا نغدق على الاخرين بشكل كبير جدا جدا، وعشان نغدق هذا الاغداق لازم ناخد من حقنا احنا. انا لما بنعمل اي اكل بقسمه اربعه، لو ابني قال لي يا ماما انا عايز حاجة من عندك، بقول له لا انت خدت نصيبك، دي مش انانية مني، ولكن انا اتعلمت وشفت الامهات اللي تاخد الحاجة من قدامها وتديها لابنها، وهي تروح تاكل بقى بواقي الاكل في المطبخ ولا تاكل اي حاجة اي كلام في المطبخ. لا، لازم الاخرين يعرفوا ان في احتياجات لينا. كان ليا زميلة من الزميلات كانت بتخلي الآخرين يعملوا لها شغلها، فكانت تيجي عندي وتقولي حنان أنا بكتب ريبورت كده عن كذا وعايزاكي تراجعهولي، أقول لها بكرة، تقولي لا أنا عايزاه النهاردة، أقول لها أنا أسفة أنا النهاردة عندي حاجات وشغل. كانت تروح لزميلة ليا وتخليها تعمل لها الحاجات دي. في ميتنج من الميتنجز كنا احنا التلاتة مشتركين في شغل معين، انا عملت طبعا الجزء بتاعي، زميلتي دي عملت الجزء بتاعها، التالتة ما عملتش الجزء بتاعها. لما سألت المديرة انتي ما عملتيش الجزء بتاعك ليه، قالت اصل معلش انشغلت في مراجعة الريبورت بتاع فلانة. فطبعا المديرة قالت لها انا ما يهمنيش الكلام ده وانتي ما عملتيش شغل. فجزء من رعاية أنفسنا إن إحنا نقرر إيه الأساسيات اللي أنا مفروض أعملها قبل ما أمد يد العون للآخرين، اللي أنا لازم أعمله أنا الأول، إزاي أحسن أدائي أنا قبل ما أساعد الآخرين على تحسين أدائهم.
وزي ما بقول لكم دي مش أنانية، ولكن هي دعوة لتقدير الأمور والرعاية بشكل ليها أشكال كتير قوي قوي، وأنا اتكلمت على الموضوع ده. الدلالة السابعة اللي شفتها برضو من دلالات عدم تقدير الشخص لذاته الخمول والكسل. الخمول والكسل مفروض ان ده الكسلان ده وده بيحب نفسه قوي، ابدا ده طلع العكس. من القراءات في علم النفس اللي انا قريتها، واكتر كمان في علم النفس المؤسسي، لان هو ده الكور بتاع الدراسة بتاعتي، ان في محيط العمل، في شركة، في مؤسسة، في إدارة، لما نلاقي شخص كسلان، عنده فتور، عنده خمول، بيبقى عنده إحساس ضايع بذاته، لأنه لو اشتغل أكتر هينجح، لو اشتغل أكتر هيلفت الأنظار إليه بالإعجاب والكلام ده. لكن لما يبقى عنده خمول وكسلان، تلاقي منعكس على لبسه، تلاقي منعكس على ريحته، تلاقي منعكس على مشيته، تلاقيه مثلا مفروض عارف انه يجي في وقت معين، تلاقيه ما بيجيش في الوقت ده، مفروض يخلص شغله في وقت معين، ما بيخلصش شغله في الوقت ده، عارف ان في اشخاص مهمين في حياته محتاج انه يزكي علاقته بيهم، لكن غرقان في خموله وكسله وتبلده ومش مهتم بالعلاقات الأساسية في حياته. فده برضو دلالة من دلالات عدم تقدير الذات. الدلالة التامنة بقى هو اللي ما يبقاش عنده طموح. اللي ما عندوش طموح شايف انه ما يستحقش الأحسن، بيبقى عنده جواه إحساس باليأس وعدم الجدوى واللامبالاة. انا هعمل كده ليه يا عم؟ كل واحد فينا كان في حياته في فترة من الفترات حاجات مهمة واحلام معينة نفسه يعملها ونفسه يحققها، لكن لما اقول ايه ده، لا اصلا انا مش ذكي زي فلان، لا اصلا انا مش شاطر زي فلان، او يعني ايه المشكلة، ما بيتي ده كفاية عليا، مفيش هذا الطموح، مفيش هذا السعي لتحقيق حاجات اكبر من اللي انا فيها. فخوفي كمان من الفشل، لا 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 اصلا انا هفشل. فازاي بقى ما افشلش؟ حاجة من اتنين، ينجح يا ما ابتديش اصلا. ما هو انا لو ما ابتدتش مش هفشل، ما انا ما ابتدتش اساسا. ان احنا نقبل مثلا ان احنا نكون في علاقة وحشة ونستمر فيها ليه؟ عشان انا شايف ان انا ما كنتش استحق احسن من كده. اخر نقطة بقى هي اننا بنوزن قيمتنا الذاتية بميزان خارجي. يعني مثلا قيمتي الذاتية جاية من وظيفتي، جاية من منصبي، جاية من المرتب اللي بقبضه، جاية من الفلوس اللي بحوشها، جاية من الشقة الفخيمة اللي انا بعملها، جاية من العربية اللي انا بعملها، جاية من whatever الشيء الخارجي اللي انت بتقيس بيه قيمة نفسك، بتوزن بيه نفسك. يقولك الراجل اللي معهوش قرش ما يسواش قرش، لا ما ينفعش، لازم يبقى عندنا اكثر من ميزان عشان نزن بيه قيمتنا الذاتية. بعضها خارجي ده اللي هيدفعنا للطموح والعمل، وجزء منها لازم يكون داخلي. أيوة إنجازاتنا هي اللي بتحسسنا بالفخر وبالارتياح وبالهيلمان، لكن لما يكون كامل قيمتنا الذاتية مكون من حاجات خارجية يبقى مفيش أساس. ليه بقى مفيش أساس؟ لأن ونس إن راحت هذه الأشياء الخارجية هتنهار قيمتنا الذاتية. أنت قيمتك إيه بعيد عن وظيفتك؟ ولا حاجة. انت قيمتك ايه بعيد عن وظيفتك؟ لا والله ده انا اب كويس وراجل خدوم ودخلت العمل الخيري وعملت كذا وعملت كذا وعملت كذا، ديك قيمة استمريت. والمشكلة كمان ان الامور الخارجية ما بنقدرش ان احنا نحافظ عليها على المدى الطويل،
الفلوس بنكسبها وبنخسرها، المناصب بنتعين وبنترفد، بنترقى وبنسيب الشغل اصلا او بنطلع على المعاش او او او. فدول التسع نقاط اللي لقيتهم دلالات على احساسنا بقيمتنا الذاتية المنخفض، فده يخلينا نفكر تاني، يا ترى انا راضي عن نفسي ولا لا، محترم لذاتي ولا لا. أرجو أن أنتوا تكتبولي تحت في التعليقات إيه تاني من دلالات إن الإنسان مش حاسس بقيمة ذاته، وإيه اللي ممكن نعمله عشان نحس بقيمة ذاتنا بدون ما ندخل في مطب بقى الغرور والغطرسة والعنجهية والكلام ده كله. أشوفكم المرة الجاية.